إنه يوم مشرق، فالشمس ساطعة. موستي ذاهب إلى المزرعة، ربما يحتاج السيد المزارع إلى المساعدة، لكن انظروا، موستي ليس وحده، فهذا الشيء على الأرض يرافقه. هذا غريب، هذا الشيء يتبع خطواتي. أجل، إنه يتحرك مثلي تماماً. هذا مسل، قال موستي ضاحكاً. فجأة ظهرت الغيوم وغطت الشمس، وأصبح موستي وحيداً وهو يتساءل ما الذي حدث. وفي هذه الأثناء قدم بعضهم. مرحباً، اهدأنا قليلاً لو سمحتن، لقد أخفتن صديقي. استدارت الإوزة الأخيرة وقالت: أي صديق؟ أنا لم أرى أحداً. كان هنا قبل قليل وكان يقلدني، أجاب موستي. وكيف هو شكله؟ سألت الإوزة. يشبه قبعة غامقة على الأرض وهو يقلد حركاتي هكذا. ضحكت الإوزة. إنه ظلك، وأنا لا أعرف أين اختفى، أرجو أن تجده. وداعا. بدأ موستي البحث. هل أضعت شيئا؟ سأله صوت رقيق، إنه صوت السيدة تم. نعم، أجاب موستي، لقد أضعت ظلي، لا أستطيع أن أجده. لست وحدك، أجابت التم. وأنا أضعت ظلي أيضا، سأتابع البحث. وداعا. وموستي تابع البحث أيضا. مرحبا موستي، لماذا تبدو حزينا؟ ما الأمر؟ لقد أضعت ظلي وأنا أبحث عنه. يا للأسف، قال الطاووس، يجب أن تكون أكثر حذراً، أنا أراقب ظلي دائماً حتى لا يهرب. حقاً؟ إذن أين هو؟ أنا لا أراه. يا للمصيبة، قال الطاووس ونشر ذيله ذا الريش الطويل. رائع، قال موستي. أحسنت، لكن الطاووس أسرع في الذهاب، إنه يبحث عن ظله. وعاد موستي وحيداً. ولكن ليس لوقت طويل، إنها السيدة بوما. مرحباً سيدة بوما، قال موستي، أنا سعيد برؤيتك، أنت حكيمة وتعرفين أين سأجد ظلي. هل تبحث عن ظلك؟ سألت البومة. سيعود إليك بعد برهة، انتظر قليلاً، الشمس تظهر من وراء الغيوم. شعر موستي بحرارة الشمس، وفجأة عاد ظله إلى الظهور. شكراً سيدة بومة، قال موستي بفرح وتابع سيره. انظروا من هناك، إنه الطاووس. لقد استعدت ظلي، صاح الطاووس فرحاً. وأنا كذلك. حمداً لله، فقد أعادت لنا الشمس الظلال.